بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أولا نبارك العملية الاستشهادية التي اليوم كانت في القدس، ونطلب المزيد من العمليات الاستشهادية، وربي يحفظ القدس والأقصى إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن نصلي في المسجد الأقصى فاتحين وهو محرر على أيدي الإسلام والمسلمين، واللهم صل على سيدنا.